حنروح مع العمل الإنساني فرح. أكيد سلمى، وزيرة العمل الإنساني ما توقفت وأكيد ما رح تتوقف، ورح نحكي أكيد عن مؤسسة سوريا بتجمعنا اللي هي طبعا مستمرة بمواكبة الحدث والتفاعل معه، فعقب الاعتداء الإرهابي واستهداف الكلية الحربية بحمص طبعا دائما بنقول الرحمة للشهداء الوطن والشفاء العاجل للجرحى. طبعا بادرت المؤسسة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص بجولة على المشافي، نحكي أكثر بشكل موسع حول الموضوع. بستنى نقول صباح الخير للأستاذ مهند حمزة، منسق سوريا بتجمعنا بمحافظة حمص. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. صباح الخير، يعطيك العافية أستاذ مهند. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني كلياتنا تابعنا كيف توجهتوا فورا إلى حمص، والبعض منكم موجود أصلا هناك من فريق سوريا بتجمعنا لحتى تقدموا بعض المساعدات بالمنطقة. خلينا نبلش ونعرف شو كانت نشاطاتكم بهديك الفترة. بالبداية بدنا نترحم على أرواح شهداء سوريا، وبدنا نخص بالذكر شهداء الكلية الحربية صراحة، نتمنى الشفاء العاجل للجميع. بالبداية مثل العادي قمنا واستنفرنا كفريق عمل، يعني بروح وحدة كلياتنا. بالبداية كان نشاطنا اتجهنا باتجاه البنك الدم للتبرع بالدم، وبعدين باليوم الثاني زرنا الجرحى بمشافي حمص تقريبا معظمها، وبعد يومين كمان رجعنا زرنا عوائل الشهداء ببيوت العزاء وقمنا بواجبنا تجاههم كعمل إنساني لنكون جنبهم هذه الناس اللي ضحوا، اللي اليوم هنن بأمس الحاجة لحد يكون جوائب جنبهم. المؤسسة مؤسسة سوريا بتجمعنا طبعا، نحن بشكل دائم مع عوائل شهدائنا وجرحانا بكل الصعاب، نقدم اللي فينا نقدمه قدر الإمكان بحيث أنه نخفف عنهم، نواسيهم، نكون جنبهم قدر الإمكان. نعم، يعني أستاذ مهند، اليوم مؤسسة سوريا اجتماع مؤسسة سوريا بتجمعنا ما جديدة أبدا على العمل الإنساني ودائما في مواكبة. إذا بدنا نحكي عن الأعمال والبرامج المستقبلية إن كان بحمص أو بغيرها من المحافظات، شو الجديد اللي عم بتحضروا له؟ هلا نحن بصدد أنه كمان في إن شاء الله قريبا رح يكون في زيارات لعوائل الشهداء والجرحى في مدينة حمص، مو بس في مدينة حمص، بجميع المحافظات. مثل ما كنا بالبداية يعني حتى بالتبرع بالدم كنا بكل المحافظات، قمنا بالتبرع بالدم لصالح شهداء الكلية الحربية وجرحى الكلية الحربية والوقوف جنبهم قدر الإمكان مثل ما حكينا. بس حاليا إن شاء الله نحن بأعمالنا مستمرين كمدينة حمص هوني، إن شاء الله قريبا رح نكون دائما بالدرجة الأولى مع عوائل شهدائنا وجرحانا والمفقودين، وحتى يعني الناس اللي في عندنا حالات المرض، حالات كثير أمور نحن عم نوقف جنبها بشكل دائم. نعم أستاذ مهند، كمان خلينا نمر ولو سريعا على جدول النشاطات اللي أنتم عم تقوموا فيها دائما على مدار العام، ليس فقط بوقت المراحل الصعبة مثل حادثة الكلية الحربية أو غيرها من الحوادث اللي بتمر على بلدنا. هلا بالنسبة لنا مثل عم نحكي نحن بموضوع البداية، رح عم نكون مع أخواتنا أو مع أهلنا بشكل دوري تقريبا وشهري إذا بدك، عم نغطي بعض الحالات الطبية مثلا مثل تأمين أدوية لبعض الناس الأشد فقرا وأشد حاجة، وعم نحاول نساعد قدر الإمكان بتوزيع سلع غذائية كل فترة وفترة مثلا كل حين وحين لأجل الأشد حاجة من عوائل الشهداء والجرحى أو الناس الأشد ضررا يعني. نعم. فهذا برنامجنا الدائم على طول بشكل دائم. نعم استاذ مهند، بدنا نشكرك كثير على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، تحيتنا لاهالينا بمحافظه حمص ولكل اعضاء فريق مؤسسه سوريا بتجمعنا. طبعا من بدايه الاحداث وهي عم بتقدم وتدعم مثل الشباب يلي يمكن مثل ما بنقول سلمى خلقوا للتطوع لمواكبه الاحداث ودائما بيكونوا على قدر المسؤوليه. صحيح فرح، ودائما نحن بنحاول ضمن محطاتنا انه نغطي اهم النشاطات والفعاليات لكل الناشطين طبعا من الجمعيات والمنظمات غير الحكوميه.